قرية أبو سمبل التابعة لمركز نصر النوبة شمال شرق أسوان بالسواد عقب خبر وفاة المشير حسين طنطاوي، وتلقت أسرته واجب العزاء بمسقط رأسه بالنوبة وسط حزن شديد وتوافد كبير من الأهالي على العزاء طبعا من أهالي القرية لتقديم الواجب. وأعتقد مصر من امبارح أصبحت سرادق عزاء كبير. أكيد احنا بنتقدم بخالص العزاء لأسرة فقيد الأمة سيادة المشير محمد حسين طنطاوي، وبينضم لنا تليفونيا من أسوان الأستاذ محمود الشلي من أبناء عمومية المشير طنطاوي. أهلا بك يا أستاذ محمود، والبقاء والدوام لله. أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ هشام. أهلا بك أعزائنا جميع أفراد الشعب المصري في هذا فقد الجلد. أكيد يا فندم. يمكن أستاذ محمود احنا برضو في الوقت القصير اللي احنا هنكون معاك فيه حابين نتكلم على شخص المشير طنطاوي على المستوى الإنساني بعيدا حتى على المستوى الرسمي أو العسكري، إزاي أنت بتوصفه وأنت من أبناء عمومته؟ فإزاي ممكن يعني نتلمس ملامح هذه الشخصية من الصغر وحتى الوفاة؟ والله سبحان الله سيادة المشير كان ربنا وهبه كده قبول غريب، يعني تنظر إلى وجهه تحس براحة غريبة. تعامله مع أهله هنا في أبو سمبل وفي النوبة عامة بحكم أنه كان في مركز حساس، فكان بيتعامل معنا عن طريق شخص الأصغر. خدماته وإنسانياته اللي عملها في قريته حاجة يعني محتاجة أكثر من الوقت اللي احنا طالعين فيه على الهواء. الله يرحمه كان في الأخلاق والأدب، وكان بينال احترام الجميع الصغير قبل الكبير في قريته وبين ناسه. طب عايز اعرف من حضرتك طبعا يعني رغم مشاغله الكبيره على مدار سنوات طويله، ولكن كان هناك اي قنوات اتصال ما بينكم وما بينه؟ يعني ازاي ممكن كان بيكون موجود معاكم في الصوره كواحد من العيله او كواحد من ابناء القريه؟ اكيد طبعا هو كان متواصل معانا في الظروف اللي هي بيحتاج انه يكون موجود. كان بيجي في الجمعيه في القاهره بيحضر حالات الافراح او حالات العزيان في القريه هنا. كان بيفوض اخوه انه يتصل بالناس ويقدم الواجب، وكان لي يعني الحمد لله عايزين نتكلم انه كان فاتح بيوت هنا الحمد لله، وربنا يجعله في حسناته يا رب. اللهم امين. كان تواصل مباشر في الحالات الانسانيه هنا، والناس هنا مش هتنسى موقفه لما حصل حادث من الترعة الرئيسية في القرية انكسر، وفي بيوت كانت انهارت من قوة اندفاع المية، فأمر ان الناس دي تتعوض وبنى لهم بيوت غير يعني تعويض عن البيوت اللي فقدوها في انهيار الترعة. مواقفه النبيلة كثيرة هنا مع الأهل في خلص العزاء ليكم يا أستاذ محمود، وطبعا يعني كل الكلمات لن توفي حق الحقيقه، سواء كان قائد عسكري او كان حتى شخص بيدير امور البلاد في فتره عصيبه جدا. انا بشكرك جدا استاذ محمود الشلي من ابناء عمومه المشير طنطاوي، كنت معنا هاتفيا، بشكرك الف شكر.